فيما شملت المساعدة التي دخلت إلى غزة مواد غذائية ومواد طبية ومياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. المزيد نتابعه أيضا مع مراسلنا عوض الغنام. عادت الحياة مرة أخرى إلى معبر كرم أبو سالم بعدما توقفت لنحو 20 يوما بعدما قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذا المعبر في الخامس من هذا الشهر، ثم عودت احتلال هذا المعبر وأيضا معبر رفح بشكل كامل في السابع من هذا الشهر، أي نحو 3 أسابيع، وهذه المعابر الحدودية بين قطاع غزة مع حدود الدولة المصرية مغلقة. مع الساعات الأولى لصباح اليوم عادت الحياة مرة أخرى، تدفقت المساعدات المصرية من جانب حدود الدولة المصرية في الاتجاه الآخر، لكن السؤال الأهم، من الذي سيتسلم هذه المساعدات عند وصولها داخل هذه الساحة التي سنقترب منها بعد قليل؟ هي المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لا غيرها. الآن هذه الصورة ونحن على مسافة قريبة للغاية، هذه ساحة كبيرة تستوعب عدد هائل من الشاحنات المصرية التي وصلت الآن في هذا التوقيت في الاتجاه الآخر، ثم بعد ذلك سيتم تفريغ هذه المساعدات على شاحنات أخرى والذهاب بها بعيدا إلى داخل قطاع غزة، حيث أماكن التجمع النازحين والأماكن المتضررة والتي هي في أمس الحاجة لوصول هذه الاحتياجات مع استمرار المأساة الإنسانية التي فاقت 7 أشهر حتى هذه اللحظة. نعود لطبيعة هذه المساعدات، ونحن هنا عند هذه نقطة التلاقي قطاع غزة مع الحدود المصرية. هذه المساعدات تشمل عدد كبير من المواد الغذائية بالدرجة الأولى وأيضا المياه، بالإضافة إلى معلبات ومواد طبية ودوائية وغيره من الاحتياجات الضرورية، كما هي الصورة خلفنا توضح هذه السيارات وما تحملها. لكن من أوائل السيارات التي دخلت اليوم هي السيارات الخاصة بالوقود، بعدما نفذ الوقود بشكل كامل داخل قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية، وبات ملحا وضروريا أن يذهب الوقود في هذا اليوم إلى أكثر من جهة داخل قطاع غزة. المنظمات الدولية تحتاج ذلك بشكل ملح حتى تعاود عمل المركبات التابعة لها، المركبات والسيارات التابعة لمنظمات الإغاثة، وكذلك المستشفيات، وكذلك محطات المياه والكهرباء وغيره وغيره. فكانت من أوائل السيارات التي دخلت اليوم هي سيارات الوقود. العدد الكلي الذي وصل إلينا بالنسبة لدخول هذه الشاحنات نحو 200 أو أكثر من 200 شاحنة، أغلبها مساعدات مصرية تحركت من الجانب المصري صوب الحدود الفلسطينية. هي ساعات قليلة تفصلنا عن وصول هذه المساعدات إلى كل قطاع غزة، لكن حركة أو عودة الحياة اليوم إلى هذا المعبر، معبر كرم أبو سالم، تم بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع الدولة المصرية، وهو تنسيق مؤقت وليس دائم، لأنه حتى يتم التوصل إلى آلية أو صياغة لعودة معابر هذه المعابر للعمل مرة أخرى بعيدا عن احتلالها من الطرف الإسرائيلي، كما أكدت مصر في أكثر من موقف. هذا المعبر الذي دخلت إليه المساعدات اليوم لا يغني بأي حال من الأحوال عن عمل معبر رفح المصري الفلسطيني، لأنه معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، أكدت ذلك السلطة الفلسطينية ومن قبل أكدت ذلك الدولة المصرية في أكثر من موقف. أهمية معبر رفح وضرورة أن يعود مرة أخرى لعدة أسباب، أولا لأنه معبر لعبور الأفراد، وثانيا لأن هناك عدد هائل من الجرحى والمرضى هم في أمس الحاجة للوصول إلى مصر ليتم التعامل معهم طبيا، وكذلك هناك أفراد الذين يعملون في المنظمات الدولية هم محاصرون الآن داخل قطاع غزة. فبالتالي هذا المعبر هو مهم للغاية، لا يمكن الاستغناء عنه ونتحدث عن معبر رفح بالدرجة الأولى. لكن معبر كرم أبو سالم اليوم بعد عدة أسابيع عاد مرة أخرى، وهو ممتلئ في هذه الساحة التي هي أمامنا مباشرة بالمساعدات المصرية التي وصلت من كل المحافظات المصرية ومبادرات مدنية مصرية، ربما أهمها حياة كريمة التي نالت قدر كبير من المساعدات التي دعمتها وأوصلتها حتى هذه الحدود التي نقف عندها بشكل مباشر. عوض الغنام، إكسترا نيوز، من الحدود المصرية الفلسطينية.